جدد الرئيس باراك أوباما والعاهل المغربي الملك محمد السادس خلال لقائهما في البيت الأبيض اليوم تأكيدهما على الشراكة المتينة والمفيدة والتحالف الاستراتيجي الذي يربط الولايات المتحدة بالمغرب، وشدد الطرفان على أن هذه الزيارة توفر فرصة لوضع خطط جديدة وطموحة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهدا بالعمل نحو تحقيق أولويات مشتركة متمثلة بالأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة المغاربية وإفريقيا والشرق الأوسط. ذاك جزء من البيان المشترك الذي صدر عن اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع العاهل المغربي محمد السادس في البيت الأبيض. وقد جددت الزيارة الاهتمام في واشنطن بمستقبل العلاقات الأمريكية مع الملكيات العربية. سألت وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية عن دلالة اللقاء في سياق العلاقات بين واشنطن والرباط في ظل المتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ حوالي 3 سنوات. أولا، أكدت النظر إلى المغرب كحليف استراتيجي وشريك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة المغربية، منطقة الصحراء والساحل، منطقة الإفريقية جنوب الصحراء وخاصة على مستوى غرب إفريقيا، المنطقة العربية. إذا هذا بعد، بمعنى ليست علاقة محكومة بتوتر أو محكومة بمحاولة إيجاد مشاكل، بل علاقة محكومة باستثمار رصيد من أجل تطوير علاقة الشراكة القائمة. وهنا في الزيارة الملكية لم يقع التوقف فقط عند مواقف، هنالك مبادرات عملية تعزز من ما قلته سابقا من النظر إلى المغرب كحليف استراتيجي كشريك أساسي على مستوى المنطقة. ولهذا مثلا السنة المقبلة هنالك الاحتضان المغرب لمؤتمر رجال الأعمال المغاربة والأمريكيين. هذا الانتقال إلى مبادرات وطرح مبادرة جديدة يعمق من العلاقة، بل أيضا القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، هنالك دعم للإصلاحات على أساس من الدستور الجديد، وهنالك أيضا وهذا معطى في اعتقادي مهم العمل على مواصلة تعميق حقوق الإنسان على المستوى المغرب وفي الأقاليم الصحراوية. على ذكر مسألة حقوق الإنسان، كما تعرفون تصدر باستمرار تقارير لحقوق الإنسان هنا في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة. هذه التقارير تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان، تتحدث عن اعتقالات تعسفية لصحفيين، تتحدث عن اعتقالات تعسفية لنشطاء، والإدارة الأمريكية تقول إنها تأخذ هذه التقارير على محمل الجد. الآن بالنسبة لمنظور الولايات المتحدة لمستقبل علاقتها مع المغرب، هل تشعرون أنتم بأن هذه التقارير قد أثرت على منظور أوباما لمستقبل علاقات بلاده مع المغرب؟ أعتقد أنه إن كان هنالك من تأثير فقد كان محدودا، بل أعتقد أن المغرب استطاع عبر آلية الحوار، لأن هنالك حوار سياسي في مجال حقوق الإنسان، وقبل مدة في شتنبر الماضي كان هنالك تصريح للخارجية الأمريكية قالت بوضوح إن هنالك حوار سياسي منتج مع المغرب في قضايا حقوق الإنسان والتي تشهد تقدما. عدد قضايا الصحافة في القضاء تراجع من 106 قضايا في 2012 إلى حوالي 60 قضية في 2013. لم يصدر حكم قضائي نهائي بسجن الصحفيين. أحكام التي صدرت بالغرامات والتعويضات كانت معتدلة. المواقع الإلكترونية هنالك توسع كبير. لم يصدر قرار إداري عن الإدارة بإغلاق موقع. كانت هنالك حالة ولكن عن صاحب المسؤول عن الموقع وعن طريق القضاء. ولهذا ينبغي تثمين المجهود، وفي حالة وجود انتهاكات أو تجاوزات أو إشكالات معزولة محددة نعمل على معالجتها. هناك عناصر داخل إدارة الرئيس باراك أوباما لا تقتنع بهذا الكلام وتقول لا يمكن السماح حتى بوجود حد أدنى من انتهاكات حقوق الإنسان. هل تشعرون أنتم أن إدارة الرئيس باراك أوباما ملتزمة بمستقبلها وبمستقبل علاقتها مع المغرب بصرف النظر عما تقوله هذه الجهات في موضوع حقوق الإنسان؟ الذي بيدنا بشكل ملموس هو البيان المشترك الذي صدر عن لقاء جلالة الملك بالرئيس الأمريكي. بيان واضح في دعم الإصلاحات، في الحديث عن حوار، عن تعاون،
بما فيها في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. عدد الوقفات والتظاهرات التي تنظم في المغرب يقدر سنويا ب 20,000 تظاهرة ووقفة. كم عدد الحالات التي تقع فيها احتكاكات أو تقع فيها مشاكل؟ معدودة. عطفا على هذا الباب، حصلت متغيرات في المنطقة المغاربية وفي المنطقة العربية بشكل عام على مدى الثلاث سنوات الماضية، اهتزت أنظمة في المنطقة، هل شعرتم في ظل مثلا التوترات الموجودة في العلاقات السعودية الأمريكية أن ذلك أثر على منظور الإدارة الأمريكية لمستقبل علاقتها مع الملكيات العربية بشكل عام ومع الملكية في المغرب بشكل على وجه الخصوص؟ لا أعتقد ذلك. العلاقات المغربية الأمريكية لها رصيد من أزيد من قرنين. ما حصل بعد الربيع الديمقراطي الذي شهدته بعض الدول والذي يعيش تحديات، المغرب اختار مسار مختلف، الإصلاح في إطار الاستقرار. وهذا المسار بالنسبة الآن وبحسب البيان المشترك يجري دعمه بوضوح، ويعتبر خيار من يعني أثبت فعاليته في إنجاز الإصلاحات المطلوبة. نحن في المغرب بوضوح تحت قيادة جلالة الملك كان هذا الخيار على أساس من خطاب 9 مارس 2011، وأعطى دستور وأعطى انتخابات وأعطى حكومة وفي إطار من الاستقرار وأعطى ربح لرهانات اقتصادية. وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي.